يدخل ويسجل هدف السبب ويقرب بوركينا من التاهل بنسبة كبيرة. 1-0 في وقت قاتل. 1-0 عن طريق بارسي. لا أدري لماذا غيرنا الفريق، لماذا غيرنا التشكيل، لماذا غيرنا الأسماء، لماذا لماذا لماذا. 1-0 والمنطقة البوركيني يتقدم بحقية في الشوط الثاني، لأنه يعني في الشوط الثاني ما لعبنا شيء. في الأخير هذه المباريات تكسب، وبوركينا تشوت كرة قوية من بسيط حل الجدار، تعديت كرة بعيدة برشا على البلبولي وجول. 1-0 لبوركينا فاسو. 1-0 لبوركينا فاسو عن طريق بانسي، قذيفة قوية وهدف من بانسي اللاعب اللي مازال يتخل، ونال كوتشينج للمدرب باولو دوارتي. 1-0